احمد الله يعطيه العافيه، عطنا نصيحه والله للجميع، اللي هو اعاده الواحد انه يعيد النظر في جدوله وقته. يا سلام. رمضان جاي وعلى الابواب، ولا ندري حنا نكمل رمضان ما نكمله، الاعمار بيد الله. نسال الله الذي لا اله الا هو ان يبلغنا واياكم رمضان. امين. يبارك لنا في الشهر. هذه قصه للناس اللي عندهم خير واهل الخير، والناس اللي يقدم من نفسه شيء يلقى عند رب العالمين. هذا طول عمره انسان رازقه الله بخير، وجاء يوم 28 في رمضان علشان يقدم الفطرة، يسأل في ذاك الحي، حي شعبي، قال إذا فيها أحد محتاج عندي الفطرة بطلعه. فكان في واحد من الحي قال والله فيه بيت، البيت هذاك أهله يحتاجون، محتاجين. جاء ودق الباب، يوم دق الباب ويطلع عليه ذيك البنت، يوم طلعت ذيك البنت الصغيرة اللي عليها ملابس، ملابس طبيعية، والرجال هذا ضاري انه يشتري البنات فساتين حلوة وكذا. يوم شاف المنظر قال شريتوا ملابس العيد؟ قالت اي عيد؟ لا تفاجأ بالكلمة هذه من البنت. قال زين الحلاوة العيد شريتوها ولا شان؟ اي حلاوة اي عيد هذا؟ طبعا شيء غريب عندهم، والآدمي إذا دايم عنده الخير والفساتين يشتريها لبناته وحلاوة العيد وعايش في عيشة غير أهل البذر. صحيح. قام ونزل الفطرة، وجاء واحد من الأولاد ونزل الفطرة، وين أبوكم؟ قالوا في المسجد. راح ودخل في المسجد وصلى بجنب الشايب، يوم سلم الشايب من الصلاة وانتهت الصلاة سلم عليه قال أنا أبا أطلب منك طلب. قال وشي؟ قال أطلب منك طلب تخاويني للسوق، لأكبر سوق في المنطقة اللي هم فيها مجمع. طبعا الشايب معه الجمس ذاك القديم اللي تخبرون الجمسات الأول، وقال حمل العائلة كاملة وبطلبك طلب ثاني، إنه ما يطلع من السوق، أقل واحد يطلع من السوق لازم يطلع بأربع لبسات. يا سلام يا سلام. من الأطفال كلهم كبير وصغير والمرض. قال حنا مستورين ووضعنا طيب. قال لا هذا طلب. قال مش انا. عفو. جاء الرجال هذا التاجر ذا وجاء عند المحاسب وقال هذه بطاقتي. الرجال هذا وعائلته جميع الاشياء اللي عندهم انا حاسب عليها. الله يبيض وجهه. وجلس يراقب من بعيد، وتخبر البنات الصغار ذولا كل ما دخلوا من عند مع الاسياد مع الملابس، الا هذا الا هذا، شيء غريب اول مره يشوفونه. وهذا يبكي، رجل الاعمال ذا يبكي من المنظر اللي شافه. طبعا يقول رجل الاعمال تقضوا يمكن الفاتوره حقتهم قيمه فستان من فساتين بناته. اوه والله انك صادق، والله انك صادق. يقول وحاسب، يوم حاسب يطلع ويلحقه، يلحقه الشايب عند السياره ويكسيه من احسن مكسل له مثله، يعطيه اللي عطاه الله. فنقول هنا الان الناس اللي احوالهم تعبانه، وتكن انهم ما يخلونهم الناس اللي ظروفهم طيبه. سلام. صدقه، زكاه، فيه ناس لابد في ناس احوالهم ما تشكل لرب العالمين. فمن هذا الباب حبينا نعلق على قصه الدكتور احمد اللي قدام شوي الله يجزاه خير، يوم قال رمضان جاي وكذا، هذه تذكير. ونسال الله الذي لا اله الا هو ان يتقبل منا منكم القول والعمل. آمين. هذا حبينا نعطيكم هذا. لا بيض الله وجهك، لفته جميله. هذه لفته جميله منك الشيخ جبران ابو مداوي، خاصه شوف فيها الله يجزاك خير. يعني انا اقول لفته جدا رائعه.